تسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد مدبولي صانع ألعاب لنادي النصر للتعدين ليصبح اللاعب رسميا في صفوف القلعة البيضاء. وحضر مدبولي بصحبة عبد الله حرون المدير التنفيذي لنادي النصر للتعدين ووقع على عقد انضمامه للزمالك وإخلاء طرفه من ناديه السابق. وتسلم مسؤول التعدين مبلغ 3 ملايين جنيه كاش قيمة انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء. وعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع اللاعب حفزه فيها لتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة وسرعة إثبات وجوده. وتم صرف مقدم التعاقد لمدبولي والمقدر ب 200 ألف جنيه. وشارك اللاعب في أول تدريباته مع القلعة البيضاء تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الحالي.